ما سر حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تهويل قوة داعش؟ وكيف يصح أن يهدد أوباما بلي ذراع الدول غير المنصاعة فيما هو يعلن في الوقت نفسه أن لي ذراع داعش يحتاج 30 عاما؟ هل صحيح أن هذا التنظيم بهذه القوة أم أن الإدارة الأمريكية تريد له ذلك؟ ولماذا؟ ثم ماذا عن المعلومات التي أكدها مسؤولون عراقيون حول تزويد طائرات التحالف داعش بالأسلحة والمؤن؟ وفي النهاية، هل حقاً تحارب الولايات المتحدة الإرهاب؟ أم هي تستثمر به؟ أمريكا وداعش، من يلوي ذراع الآخر؟ في بانوراما.